اهلا بيكم، معاكم عمار عادل في حلقه جديده من سلسله ظبط نطقك. وزي ما احنا عارفين في السلسله دي بنبدا نجيب الاخطاء الشائعه في النطق بعض الكلمات المهمه في الانجليش وبنبدا نظبطها عشان ننطقها بشكل صحيح. اوكي، اول كلمه معانا النهارده هي كلمه academic. academic زي ما انتم سمعتوا كده هي بتقال academic، ما نقولش academic. academic لا، يبقى نسمع تاني كده. academic. academic. اوكي جميل، ودي طبعا معناها حاجه اكاديميه، يعني حاجه تعليميه او اكاديميه. اوكي جميل، برضو الكلمه الثانيه اللي معانا ليها علاقه بالتعليم هي كلمه graduated. graduated. الله يكرمكم بلاش graduated. graduated لا. اوكي، هو اللي بيحصل احنا بنحط صوت الدج في النص كده، فنقول graduated زي ما احنا شايفين هنا كده في الترانسكريبشن بتاع القاموس بتاع اكسفورد، بنقول جراج ديج، ده صوت الديج. graduated. graduated يعني متخرج، ولا كده ورايا graduated. اوكي معانا كمان كلمه faculty. faculty زي ما احنا شايفين هنا كده الصوت اللي هو الا هنا في النص بعد الاف ده رمز الا، فنقول فا faculty بلاش faculty. I am in faculty. لا، faculty. faculty يعني مثلا عايز تقول كلية مثلا حقوق بتقول faculty of law، عايز تقول مثلا كلية طب فتقول faculty of medicine. اوكي جميل، معانا كمان كلمة world. لا، الكلمة دي يا جماعة بتتقال world، ودي من الكلمات اللي بتلغب ناس كتير قوي لان نطقها تحس انها داخل في بعض شوية. طيب عشان انت اصح كده ركزوا معايا، انا هبدا بصوت الو وبعد كده اقول ور، مش ور لا، ور. ما تخليش حرف الار لسانك يخبط فوق، الره زي بتاعت العربي لسانك بيخبط فوق في سقف حلقك، ره ره ره، لكن الار بتاعت الانجليش لسانك بس بيلف كده شويه بيعمل كيرف كده بس بيلمس فوق، فنقول world. world. واحد يقول لي هو ال سايلنت، لا بس احنا بنلزقها في الار ما بنحطش فاول في النص، ما تقولش world. لا، world. world اللي هو العالم. اوكي معانا كمان كلمه work. لا، هنقول work. نفس الصوت بتاع work، وكمان البريطانيين بيقولوها work. work حتى الار تعتبر مش منطوقه في البريتش اكسنت. اوكي نفس الفكره برضو في world. world. اوكي بيقولوش world، بيقولوا word. اوكي جميل، استنوا الحلقه دي من سلسله ظبط نوتك، بس مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب من تحت هنا.